تتميز العلاقات الكويتية السعودية بالروابط العميقة، حيث تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين في إطار من الأخوة الضاربة في أعماق التاريخ، والتي تزداد ثباتا وقوة مع مرور الزمن. حول تجذر وعمق هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين، المملكة العربية السعودية والكويت، نشاهد هذا التقرير. علاقات تاريخية وروابط متجذرة تجمع بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مصير مشترك يمتد تاريخه إلى قرون عدة من الزمان. زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى دولة الكويت تجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية ومتانة الترابط الشعبي بين البلدين. زيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ، واستمرارا للتشاور وتبادل الرؤى في ظل الظروف التي تواجه الأمة العربية والإسلامية، بما يجنب المنطقة المخاطر ويحقق مصالح شعوب المنطقة العربية. علاقات تزداد مع مرور الزمن ثباتا وقوة، تسمو بالتلاقي بين الدولتين إلى مستوى التآخي الذي تصبح فيه القيادتان والشعبان أسرة واحدة يجمع بينهما ماض عريق وحاضر مجيد ومستقبل مشرق. العلاقات الكويتية السعودية تشهد تطورات كبيرة في مختلف المجالات، الأمر الذي كانت إحدى ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 من مايو عام 1981، والذي حقق للخليجيين الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم. ويتجلى الموقف السعودي المساند للكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها في أبهى صوره أثناء الغزو العراقي الغاشم عام 1990 ورفض المملكة لهذا الاحتلال وتقديم المساعدة بكل أشكالها والمشاركة في تحالف الدول المشاركة بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. كما وقعت الكويت والسعودية اتفاقيات عدة في مجالات الإعلام والثقافة والاقتصاد وخدمات النقل الجوي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. ولا شك أن كلا البلدين الشقيقين بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة كان لها أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية. علاقات وثيقة وروابط عميقة تضرب في جذور التاريخ كللتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.